اخواننا في القطاعات الاخرى على تخفيف الاضرار ومحاوله انقاذ الارواح والاستعداد لموجه الامطار القادمه. انا حاليا الان بين المنقف والصباحيه في جسر المنقف، وقاعد اشوف بعيني المجهود الجبار اللي قاعد يقومون فيه اخواني في الداخليه وفي القطاعات الاخرى وفي الاشغال والاطفاء وكافه قطاعات الدوله. ما نحتاجه في الوقت الحالي في مواجهه اي كوارث، هناك احتياجات لكل مرحله. المرحله الحاليه هي مرحله فزع، تحتاج الى تعاون، تحتاج الى تضافر، تحتاج الى تشجيع ورفع الهمم، ومن ثم تاتي مرحله تعويض المواطنين عن اضرارهم ومحاسبه اي مسؤول عن اي قصور موجود. لكن الان نحن في فتره ما بين يعني عواصف وامطار غزيره قد تهطل بعد قليل، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقل البلاد والعباد من كافه الحوادث والشرور، وان تكون ان شاء الله امطار خير، وان نستعد لها بالتعاقد والتعاون. سيد مرزوق الغانم، لا شك ان وجودك حقيقه يعني بمثابه يعني دعم وتشجيع وبث روح المعنوية لإخوانك في كافة القطاعات، أيضا يزدادوا حقيقة عطاء وتميز ويعني في خدمة وطنهم العزيز. دعت وزارة الداخلية معاليك يعني المقيمين والمواطنين إلى عدم الخروج حاليا إلا للضرورة القصوى. هل من رسالة يعني سيد مرزوق الغانم لإخوانك من المواطنين والمقيمين؟ والله بالتأكيد يجب الالتزام بكل النصائح والتوجيهات التي تصدر من الجهات المعنية. هم يتابعون الحالة أول بأول وتصدر التوجيهات بناء على كافة التطورات اللي تحدث. أعتقد واجب كل مواطن ومقيم أن يتعاون ويساعد، وأول أشكال وصور هذا التعاون هو الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية. كافة قطاعات الدولة يعني على هبة الاستعداد. أنا أعتقد ما في كويتي موجود في أي من القطاعات الرسمية المسؤولة ما قاعد يقوم بواجبة كامل. أنا قاعد أشوفه من